ويلكم باك سكند بريب، وبنكمل حلقتنا من حلقات الساينس سيلبس تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم. خدنا الحلقه اللي فاتت وبدانا ليسن 2 يونت 2، كنا بنتكلم عن الايروجن اوف ذا اوزون لاير اند جلوبال وارمنج. بدانا مع بعض باللوكيشن ومكان البوزيشن اوف ذا اوزون لاير، ولو نفتكر مع بعض ان هو كان located in the stratosphere which is the second layer of the atmospheric layers and it's found in the upper part extending 20 to 40 kilometer. وقلنا كمان ان الثيكنس بتاعه كان 20 كيلومتر، وان دوبسون قال ان الثيكنس بتاعه when it's at standard temperature pressure it was 3 millimeter. طيب الاوزون لاير ده بدأ يحصل له erosion نتيجة الهيومن اكتيفيتيز ونتيجة البولوتنتس اللي بتحصل على سطح الأرض وال الكيميكلز والسبستانسز والهارمفول سبستانسز ذات از مان ميد. بدأت إن هي تطلع الفيبرز دي والموليكيولز دي توصل للأوزون لاير وتعمل لها هارمفول ديفكتس، وبدأ يحصل تآكل في طبقة الأوزون. طيب كلمة تآكل في طبقة الأوزون معناها erosion which is meant by the losing and the thinning of the ozone layer، وده اللي هنتناقش فيه النهارده، وايه هو البولوتنتس اللي سببت في harmful effect of the ozone layer. طيب تعالوا نبدا مع بعض. What's meant by erosion? The erosion of the ozone gas هي losing and thinning the ozone thinning the parts of the ozone layer. يبدا يحصل تآكل لطبقة الأوزون، وسمعنا قبل كده وتداول كلمة مثلا ثقب الأوزون، وهنعرف ايه سبب الموضوع ده وحصل بيحصل ازاي. وin which month this ozone hole starts to increase، ونتيجة ايه وايه العوامل اللي بتأثر على طبقة الأوزون. طيب في معلومة مهمة جدا وهي الديفينيشن بتاع erosion of the ozone layer. يقول لي define erosion، هقول له it means the thinning or losing parts of the ozone layer. طيب scientists لاحظوا ان الايروجن بتاع of the ozone layer starts to appear during September يعني in fall في الخريف. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ هل ثقب الاوزون ده مكانه فين؟ it's found in the south pole في القطب الجنوبي. طيب ده نتيجة لإيه بقى؟ ان during September بتبدا البولوتنتس اللي خارجه من مثلا الاير كونديشنرز، برفيومز، انسكتسايدز، طفايات حريق. all of these substances okay contain harmful gases و harmful مواد ضاره جدا لطبقه الاوزون. طب بتبدا تتجمع فين؟ بتبدا تتجمع في الساوث بول during September. Is gathered in the South Pole during September forming black clouds. clouds مكونة من smoke، من dust، من lots of pollutants بتبقى harmful، ليها harmful effect على طبقة الأوزون. طب بتبدأ البلاك clouds دي تعمل إيه؟ بتبدأ البلاك clouds to affect the ozone layer causing it to deplete، يحصل لها تآكل ويبدأ يظهر اللي هو معروف عنه بثقب الأوزون. طيب يبقى scientists have noticed that there was erosion of the ozone layer above the south pole during September. Why? Because all the pollutants are gathered in a form of black clouds and pushed. They are pushed by the wind till they reach the south pole, making or causing the depletion of the ozone أو the erosion of the ozone أو تآكل لطبقة الأوزون. اوكي؟ and this increases من سنة لسنة، بتبدأ العملية دي بتزيد من سنة لسنة. نتيجة إيه؟ نتيجة العوامل البشرية أو الاستخدامات البشرية الخاطئة. طيب زي إيه بقى؟ تعالوا بس نشوف هنا ده الأرث سيرفيس or the globe of the earth. في two colors هنا important، violet color وgreen color. الجرين color indicates something والفايلت color indicates another thing. احنا نتخيل ان احنا بنلوك at the south pole. اوكي؟ this violet part اللي انا هشاور عليها دلوقتي الحته دي. اوكي؟ and this part is affected has عندها defect. اوكي؟ عندها طبقه الاوزون بتوصل 3 ملم، في مشكله في الحته دي، بيحصل تآكل لطبقه الاوزون. نتيجه ايه؟ نتيجه البولوتنتس اللي بتتجمع in a form of black clouds في المنطقه دي. طيب الجرين اريا دي انديكيتس ايه؟ المنطقه اللي هي جرين دي اللي انا شايفاها قدامي. It indicates ان طبقه الاوزون اوكي is اوكي and وما حصلهاش ايروجن. طيب تعالوا نشوف مع بعض الاوزون ديجري. لو نفتكر مع بعض ان كان ليها يونت بنحسبها، وكان اسم اليونت بتاع الاوزون ديجري دوبسون، وكان اتسمت باسم الانجليش ساينتست دوبسون. طيب الاوزون ديجري هير بيبين لي الرسمه دي الديبليشن اوف ذا اوزون لاير. طيب اللون الاخضر بين لي ايه؟ قال لي ان this part refers to that the ozone layer is at a normal state. طبقه الاوزون فيها طبيعيه، وان هي ايكوال الديجري بتاعتها ايكوالز 300 دوبسون. اوكي ما حصلهاش تاكل، ما حصلهاش ايروجن، ما فيش ديفكتس، ما فيش بولوتنتس بمعنى صح حصل لها هارمفل افكت على الطبقه دي. طيب الفايلوت كلر بينديكيت ايه؟ indicates that there is an erosion in this part of zone at the lower part. اوكي معنى كده ان المنطقه دي الديجري اوف ذا اوزون لاير بتبقى اقل من 300 دوبسون. تعالوا نرجع مع بعض ونشوف نستعرض الصورة مع بعض. This is the Earth's this is our Earth planet. الجزء الفايلت بيبقى نتيجة الديبليشن أو الإيروجن اللي حصل، تآكل طبقة الأوزون، والجرين part it is a normal part of the ozone layer. طيب تعالوا نكمل. إيه بقى الملوثات والبولوتنتس اللي بتأثر وليها تأثير سلبي على طبقة الأوزون؟ عندنا 4 very harmful chemicals بتسبب وبيبقى مصدر اساسي ان هي بتعمل تآكل لطبقه الاوزون. اول حاجه وده احنا بنستخدمها in our daily life، لما بيبدا فصل السمر او الصيف بنبدا ان احنا بنشغل الاير كونديشنرز، وعندنا كلنا في بيوتنا ريفريجريترز، ثلاجات، ديب فريزرز اند سو اون. طيب بيبقى في ماده اسمها فريون، اوكي الماده دي بتبقى cooling substance. It has a very harmful effect on the ozone layer. يبدأ يحصل لها evaporation in the air. It rises up until it reaches the ozone layer وبتعمل harmful effect لطبقة الأوزون. يبقى أول pollutant معانا هو الكلوروفلوروكربون. كلوروفلوروكربون. I know it's a long name بس هنعرفه سوا. كلوروفلوروكربون. This is a harmful compound which pollutes the ozone layer. ممكن اديله اختصار ب CFC which is known as فريون. ده الكوميرشال نيم بتاعه. اوكي الفريون بنسمع الاسم ده كتير، ان مثلا اير كونديشنر اللي هو التكييفات بتحتاج لشحن فريون، الريفريجريترز الثلاجات بتحتاج لشحن ماده اسمها فريون، دي بتساعد على التبريد. اوكي هو بيبقى مصدر اساسي للكولينج، اتس كولينج سبستانس. طب هل السبستانس دي اللي هي يوسفل فور ذا هيومن كايند والاستخدامات الانسان، هل هي بتاثر تاثير سلبي على الاوزون لاير؟ اه طبعا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايروجن، بتعمل ديبليشن للاوزون لاير. يبقى اتس ا تايب اوف بولوتنت. نمبر 1 اتس كلوروفلوروكربون، ليه اسم تاني اللي هو فريون. طب ايه وظيفه الفريون؟ It's a cooling substance in air and it's used in air conditioners and refrigerators. طيب في substance تاني زي الإيروسولز. they are very harmful substances that affect the ozone layer. طيب number 2 الميثايل برومايد جاز. الميثايل برومايد جاز ده بيبقى عبارة عن برومين وميثان. And they are grouped together to form a chemical used inside insecticides. Insecticides اللي هي المبيدات الحشرية. Okay? And these insecticides is useful for humankind. ليه؟ أنا بحتاجها عشان أعمل saving للكروبس بتاعتي. بآفة معينة هتهاجم المحصول بتاعي، فأنا بستخدم الانسكتسايدز دي عشان أقتل الآفة دي. لكن في الحقيقة it has a very harmful effect on the ozone layer. يبقى number 2 the methyl bromide gas. طب ده اليوسج بتاعه بنستخدمه في ايه؟ We use it as insecticides to what? To preserve أو to protect أو عشان أحمي the stored agriculture crops. يبقى number 1 kind of pollutant that pollutes the ozone layer chlorofluorocarbon. Okay, and its commercial name is Freon and it is a cooling substance used inside air conditioners. Number two, methyl bromide, which is used inside insecticides. طب why do we use methyl bromide inside insecticides؟ ممكن يجي لك سؤال كده، مش لازم ان انا اجي اقول لك ايه هم البولوتنس بتاعت الاوزون جاز، لا، mention the use of methyl bromide. هقول له it is used inside insecticides. Why? To protect the stored agriculture crops. طيب ايه pollutant number 3؟ halons. halons it is a chemical substance. بنستخدمه في طفايات الحريق، طبعا طفايات الحريق ده حاجه مهمه جدا. It is very important for our vital activities in order to put out fire. طيب هل الهالونز دي ليها harmful effect on the ozone layer؟ اه طبعا. يبقى احنا عندنا 3 very harmful substances. Number 1 chlorofluorocarbon، ممكن اختصره ب CFC and it has another name Freon. It is a cooling substance. Methyl bromide, we use it inside insecticides to protect our agriculture crops. Number 3 halons using in fire extinguishers في طفايات الحريق. طيب آخر حاجة اللي هو النيتروجين أوكسايد. It's a very harmful substance for the ozone layer برضو. طيب ده أوكسايد متكون من إيه؟ من نيتروجين وأكسجين. ده بينتج عن طريق إيه؟ كان في زمان طيارات اللي هي الطيارات النفاثة اللي هي الكونكورد ايربلينز. الكونكورد ايربلينز دي كان الفيول بتاعها لما بيتحرق بيكون لي سبستنس اسمه نيتروجين اوكسايد. السبستنس ده بيعمل ايروجن للاوزون لاير. طب هل كل دول بكونسيدرت ا بولوتنت اوف اوزون لاير؟ يس. طب هل ده يوسفل للهيومن اكتيفيتيز؟ يس ات از. يبقى كل دول يعتبروا pollutants and act as pollutants for the ozone layer. لكن هم needed and very important for our daily lives or our vital activities. Okay. طيب تعالوا نكمل مع بعض. How can we protect the ozone layer؟ Number one، تعالوا نفكر ازاي نعمل protection للأوزون layer. أقلل من استخداماتي لهذه للكيميكلز دي زي ال CFC اللي هو الفريون، أقلل من استخداماته أو أشوف alternatives، أشوف safer chemicals I can use it in the cooling substances. يبقى number one using of fluorocarbon compounds should be reduced. المفروض ان انا اقلل استخدامها وادور على بدائل آمنة، بدائل ما تأثرش على طبقة الأوزون. طيب تاني حاجة stop producing the ultrasound concrete planes، لأن الالتراساوند كونكريت بلينز الفيولز بتاعتها لما بيحصل لها burning بتنتج لي نيتروجين اوكسايد which is a very harmful pollutant for the ozone layer. اوكي يبقى انا اوقف انتاج هذه النوعية من الطيارات. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض مجموعة من الأسئلة ونراجع مع بعض الجزء اللي احنا خدناه ده بمجموعة من الأسئلة. prepare please your A4 paper. طيب let's start our questions. بس قبل ما نبدأ لازم نراجع مع بعض شوية معلومات. خدنا الأوزون وإن الأوزون جاز is found in the ozone layer، موجود في السكند layer which is the stratosphere. At the upper part of the stratosphere it extends 20 to 40 kilometers above sea level. Its thickness is 20 kilometers. وقلنا كمان ان الاوزون gas is formed from the breakage or the breaking down of the oxygen molecule نتيجة الabsorbing of the ultraviolet radiation اللي جاية من الصن. وقلنا ان الالترافايولت radiation can be 3 types منهم far ultraviolet radiation and medium ultraviolet radiation and near ultraviolet radiation. لو نفتكر ان الفار ultraviolet radiation قلنا ان هي doesn't reach the earth's surface because 100% of it is absorbed by the ozone layer, while the medium 95% of the ultraviolet radiation or the medium ultraviolet radiation is absorbed by the ozone layer. معنى كده ان 5% بس بيوصل سطح الارض، لكن النير كانت very useful ultraviolet ray and 100% of it reaches the earth's surface. اوكي ورسمنا مع بعض الفورميشن اوف ذا اوزون جاز وازاي ان هو وازاي الاوزون جاز بيتكون من البريكج اوف ذا اوكسجين موليكيول. وكملنا مع بعض حلقه النهارده ان احنا اتكلمنا عن البولوتنتس اوف ذا اوزون لاير وايه الملوثات اللي بتنتج عن الفيتال اكتيفيتيز اوف ذا هيومن فيتال اكتيفيتيز ذات كوزز ذا ايروجن، التآكل للاوزون لاير او اللوزنج ذا بارتس اوف ذا اوزون لاير. وقلنا كمان ان الايروجن بيتكون في الساوث بول. طيب تعالوا نشوف مجموعة الأسئلة اللي احنا هنتناقشها مع بعض النهاردة. عندنا هنا drawing. الدروينج ده يجي لي بالمنظر ده. اوكي، انا اول ما اشوف الدروينج ده يبقى ده الفورميشن اوف ذا اوزون جاز، لان انا شايفه اكسجين موليكيولز كونكتد مع بعض. طب هنبدا من الليفت سايد، تعالوا نشوف بنحله ازاي. طيب اولا الرسمه الاولانيه دي بتمثل لي ايه؟ دي بتمثل لي يو في ريز، واليو في ريز دي حصل لها absorbing by ايه؟ by oxygen molecule. اوكي، يبقى انا عارف ان دول 2 oxygen molecules عملوا absorbing لليو في ريز وهيحصل لهم breakage. اهو ده منظر البريكنج داون زي ما احنا شايفين. طيب ايه اللي اتكسر ده؟ ده اتكسر الدبل كوفالنت بوند، اللي هي البوندز اللي موجوده ما بين الاكسجين اتومز، اتكسرت. طب اتكسرت عن طريق مين؟ عن طريق الالترا فايلت ريز اللي كان حصل لها ابزوربنج. طيب انتوا ايه بقى؟ انتوا 2 فري اكسجين اتومز. اوكي، طيب يبقى انا الرسمه الاولانيه ده بيمثل لي الاكسجين موليكيول قبل ما تتكسر، خلاص. طيب حصل لها ابزوربنج للالترا، هي تيكت ان وابزوربد الالترا فايلت راديشن، البوند اللي ما بينهم اتكسرت. طب البوند اللي ما بينهم هي ايه؟ هي الدبل كوفالنت بوند. يبقى الرسمه دي ريبريزنتس 2 فري اكسجين اتومز. طيب كل اكسجين اتوم فري جريت واتحدت مع اكسجين موليكيول اهو، وده المنظر بتاع البايندينج اوف ذا اوكسجين اتوم وذ ان اوكسجين موليكيول. يبقى هنا ده ايه؟ هقول هنا ايه؟ combine of oxygen atom with an oxygen molecule. طب يعني ايه combine؟ يعني binding، يعني grouping، اتحاد. طيب طلعوا لي ايه بقى؟ طلع لي الاوزون جاز. تمام؟ طيب تعالوا نشوف السؤال التاني. بيقول لي write the scientific term، يعني mention the meaning of this sentence in one word. A molecule is formed by combining an atom of an element. يعني ايه؟ يعني بيقول لي molecule تتكون من اتحاد او binding او combining او grouping an atom of an element with a molecule of the same element. قصده ايه؟ لو انت تتخيل، هو قصده يقول لك ان في molecule بتتكون من combining atom of an element، زي مثلا element oxygen بقى، اقول له oxygen. اوكي، لما بيتحد الاتوم بتاعها دي مع موليكيول من نفس النوع يبقى قصده بيها الموليكيول اللي هو الاكسجين. طب ايه الانسر بتاعتي؟ of course it will be the ozone gas. It will be the ozone gas. Why? Because it's a molecule formed from the combining of an atom of an element with the molecule of the same element. احنا عندنا اكسجين اتوم اتحد مع اكسجين موليكيول، اوكي؟ فالاتوم بتاعت الاكسجين اتحدت مع نفسها اللي هي الموليكيول اوف ذا اكسجين. formed to me the ozone gas which is O3. طيب a gas which is important for building ozone gas. اوكي؟ طيب مين الجاز المهم جدا في الفورميشن؟ كلمة building يعني formation for forming the ozone gas. Of course it is oxygen. Is oxygen gas. طيب the atmospheric layer in which the ozone layer is formed. ها it is formed in troposphere. Of course not. mesosphere لا. thermosphere لا طبعا، يبقى اكيد stratosphere. طيب بيقول لي a unit used for measuring ozone degree. فاكرين الساينتست اللي حدد الاوزون ديجري كان اسمه ايه؟ دوبسون. يبقى the unit used to measure the ozone degree is Dobson. طيب. A type of ultraviolet radiation. أول ما أقرأ كلمة a type يبقى أنا بفكر في near UV rays or medium UV rays or far UV rays. هو بيقول لي a type of ultraviolet radiation that is absorbed completely. الكي وورد هنا بتاعتي it is absorbed completely. يعني حصل لها complete absorption. يعني ما وصلتش سطح الأرض. It didn't penetrate the ozone layer. يبقى أكيد دي اللي كانت بعيدة قوي. يبقى my answer will be what? far ولا medium ولا near? Of course far UV rays. طيب 3 بيقول لي a type of ultraviolet radiation that is absorbed by a percentage of 95%. فتين الكي وورد بتاعتي هنا عشان ما تلخبطش ما بين التايبس. أنا هنا بيقول لي a type of ultraviolet radiation that absorbs percentage 95. يعني مش كله. It doesn't absorb ال 100. يبقى ده اللي كان ايه؟ medium. يبقى of course our answer here will be medium ultraviolet radiation. طيب بيقول لي the thinning or the losing parts of the ozone layer. أول ما أشوف كلمة thinning أو losing the parts of the ozone layer يبقى أنا بتكلم على تآكل طبقة الأوزون. يبقى erosion. يبقى I'm talking about erosion of the ozone layer. The erosion of the ozone layer. بيقول لي thinning and losing part of the ozone above the south pole. برضو الإجابة بتاعتنا هتكون erosion. بيقول لي a chemical compound. أول ما يقول لي chemical compound يبقى أنا بتفكر في حد من الأربعة. Number one CFC اللي هو الكلوروفلوروكاربون اللي ليه كوميرشال نيم او اسم متداول مشهور اللي هو فريون. وبفكر في الميثايل برومايد وبفكر كمان في الهالونز وبفكر في النيتروجين اوكسايد. طب انا لو فكرت في سي اف سي يبقى I'm talking about cooling substance. سي اف سي cooling كلوروفلوروكاربون يبقى cooling substance. طيب هالونز يبقى في طفايات الحريق fire extinguishing. مثلا نيتروجين اوكسايد يبقى انا بفكر في الطيارات النفاثه كونكورد اير بلينز. طيب لو انا بفكر في الميثايل برومايد بفكر في الانسكتسايدز. طيب يبقى a chemical compound used as a cooling material in air conditioners. على طول الكيورد ما دام air conditioner يبقى I'm talking about فريون. وممكن تقول لي CFC ممكن تقول لي كلوروفلوروكربون. طيب 3 a gas used in insecticides. كلمه السر هنا او الكيورد هي ايه؟ insecticides. وهنا كان cooling material. اوكي طيب مين اللي used inside insecticides؟ of course methyl bromide. طيب 4 oxides. بيقول لي oxides oxides that cause ozone hole. على طول oxide الوحيد اللي عندنا في الفور chemical compounds هو النيتروجين compounds. يبقى بيقول لي oxides that cause ozone hole and result from burning the fuel of Concorde planes nitrogen gas. طيب تعالوا نكمل مع بعض أسئلتنا on our screen. خدنا مع بعض مجموعة من الأسئلة. هنستعرض مع بعض كام سؤال كده عايزاك هنحله مع بعض oral and I want you to write the question and figure it out. And write it in your A4 paper. طيب تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي ozone layer is found in the stratosphere. It is important to protect the life of the organisms. What is the average thickness of the ozone layer in the atmosphere? The average thickness is 20 kilometer. طيب what is the only element that forms ozone gas? Of course the oxygen gas. Of course the oxygen gas or أقول له oxygen. طيب بيقول لي complete ozone layer protects the earth from harmful effects of UV radiation or ultraviolet radiation because they have harmful effects. طيب the thickness of the ozone layer at STP. at STP ده اختصار standard temperature pressure. يبقى على طول 3 ملم. طيب ناخد سؤال كمان. يقول لي what are the most dangerous pollutants؟ يبقى أنا هقول له الفور chemicals بتوعي وقلناهم قبل كده. What are the commercial name of CFC؟ أكيد فريون. And what are the oxides؟ طبعا نيتروجين اوكسايد. طيب دي أسئلة أوكي، وبعض الأسئلة اللي تداولناها على البورد. عايزاك تذاكر الحلقة دي كويس جدا. I think إن الأوزون لاير عرفنا إن هو very important layer ومهم جدا لحماية الليفينج اورجانيزمز والكائنات اللي موجودة على سطح الأرض. فI think that we must figure out alternatives for the pollutants that we mentioned that pollute the ozone layer in order to protect our ozone layer from depletion and to allow the harmful ultraviolet to reach the earth. فكر ازاي ان احنا نحل المشكلة دي وازاي ان احنا نقلل استخدام البولوتنتس in order to protect our ozone layer. Looking forward to see you again and thank you. Goodbye.